ما انا معك. الو، ايوه يا دكتور، من فضلك. انا عندي بنت عندها 8 سنين، كان في جرح تقريبا بقاله 4 سنين في عينها، وبعدين الجرح سايب اثر لونه افتح من لون البشر تحت الحاجب على طول. ايوه، فانا مش عارفه حل، يعني اشيل اثر الجرح ده ازاي؟ عموما الخط اللي بيلف بيلتئم بحته فاتحه، ده غالبا هيحتاج جراحه تاني، لانه احنا بنسميها اتروفيك سكار، يعني اثر جرح حصل فيه ضمور في الخلايا. حاليا احنا بنحاول، ما تشوف كلمه بنحاول دي معناها انها مش ثابته قوي، بنستعمل حقنه بلازما خفيفه فديها تقوم تعالج اللون الغير فاتح ده، بيغمق فعلا في بعض الناس بيجيب نتيجه، بس هيتعمل على كذا مرحله. ناخد 10 سنتي دم، نطلع منهم سنتي الماده اللي هي البلازما اسمها البي ار بي، ونحقنه داخل الجرح كل شهر مره، 3 أو 4 مرات، بتلاقي حصل نتيجه كويسه قوي. اذا ما كانش يبقى هنعيد صياغته تاني، هنفتحه ونقفله مره تانيه، ونبتدي نعالج الاثار بتاعته في الاول اللي هي بيبقى اللون غامق بقى مش فاتح، دي سهله علينا علاجها ويروح الاثر تاني بعد كده. طبعا اي مره حد هيسال سؤال على اثر جرح في الوش، لازم نرفع النصيحه لكل الاباء وكل الامهات، خدوا بالكم من عيالكم، لانه اثار الجروح في الوش صعب انها تروح بالكامل، وبتسيب دايما حاجه مزعجه للكل، وفي المستقبل بيبقى ليها اثار مش لطيفه، وبنقعد نعالج فيها سنين عشان نوديها. احنا كل ده نقدر نتجنبه بالحذر، صحيح الحذر لا يمنع من وقوع قدر، بس الواحد يعمل عليه، بلاش الشقاوه الزايده عن اللزوم، بلاش الحاجات اللي الواحد ساعات بيسمع تفاصيل حدوث ازاي حصل الجرح بيبقى متضايق قد كده الاهمال. فمن فضلكم خدوا بالكم من عيالكم.